الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قدرت به وقضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. أستغفر الله العظيم من كل الذنوب والخطايا، ونتوب إليك ونتوكل عليك. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. اللهم فرج همنا، اللهم فرج كربنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واعلو بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، ثم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم اغفر لنا فيها يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والزكاة يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض الشريف، نشرب من يديه شربة ماء، نشرب من يديه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وزوالا لهمنا وجلاء لحزننا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر.